الدكتور بس الصباح يعني الدكتور كان بيتكلم عنه وهو قاعد معانا في البيت بكل خير، وان هو كان مزامله في المستشفى، رئيس القسم كان كان رئيس القسم علاقته انف طيبة واذن وبينكم وكده. وحنجرة، وكان علاقتهم طيبة يعني، وكانت حاجة يعني يتشرف بيها، وكان فخر يعني. قرأت التغريدة، قرأت تغريدة مؤثرة ونعاها يعني يعني، معبرة حسيت يعني ان عن والدي يعني مؤثر في المجتمع، لدرجة انه حضرة الوزير يعني يتكلم عنه ويكون مزامله وعارفه وفاكره. ردود الافعال من الصحافة في الكويت او من الشعب الكويتي يعني، حسستنا ان احنا بجد في وطننا وبتخفف إن علينا، أخوة حقيقية ما بيننا رغم أي وانه كلام فعلا يعني، مش يعني حاجات فردية حصلت أو ناس فاهمين غلط المواقف اللي انه بيننا فعلا حصلت، يعني الدكتور يعني فدي لما اتدفن علاج في قشور الكويت ما مش يعني. حاجة تأثر، ده بالعكس ده حاجة هو كان حبيبها بسبب شعبها وكرم الضيافة والشعب الأصيل والتعامل ما بينهم. الحمد لله يا رب. بحب أشكر الشيخ صباح، بعت لنا تعزية من ديوان الأميري، وبرضو سمو سمو ولي ولي العهد العهد الشيخ نواف بعت لنا تعزية، برقية تعزية من ديوان صاحب سمو ولي العهد. وبحب الحرس أشكر الوطني برضه الحرس الوطني، أنزل الوالد الشيخ سالم العالي. تعزية ونعي للوالد الشيخ سالم العالي. وأحب برضو أشكر الشعب الكويتي والطواقم جزيلا الطبية، الزملاء للدكتور.